أيام من الإنجاز وتحقيق الطموح للمستثمرين ورواد الأعمال والمال. مؤتمر عالمي لريادي الأعمال اختتم أعماله في 4 أيام. عدد من المواضيع تم طرحها لمساعدة رواد الأعمال للتوسع في أعمالهم في أنحاء العالم. في أكثر من 100 جلسة حوارية شارك فيها أكثر من 150 متحدثاً من 180 دولة. كيف يمكن لك بأن تلخص ما تم في هذا المؤتمر، مؤتمر ريادة الأعمال خلال 4 أيام، واليوم احنا نشهد اليوم الرابع والأخير من هذا المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الاستضافة. الحقيقة والله الحمد، هذا المؤتمر الذي جرى وكان تحت رعاية كريمة من قبل سمو سيدي ولي العهد كان الكثير من الآثار والإيجابية على منظومة ريادة الأعمال، لعل من أهمها الخروج بعدد كبير من الاتفاقيات والإطلاقات التي نأمل إن شاء الله أن يكون لها أثر إيجابي على رواد الأعمال سواء في المملكة العربية ورائدات الأعمال سواء في المملكة العربية السعودية أو في مختلف دول العالم. عقدت خلال هذه 4 أيام عدد كبير من الاجتماعات، لعل أبرزها اجتماع وزاري خرج منه توصيات تتعلق بتعديل أو سن بعض السياسات التي تخدم رواد الأعمال في مختلف دول العالم. منشآت سعودية وعالمية في منصة واحدة لدعمهم بتوقيع الاتفاقيات وإطلاق عدد من المبادرات الاستثمارية. أكثر من 16 مليار ريال في اليوم الأول كمجموع قيمة العقود والمبادرات الاستثمارية في 33 اتفاقية، لتصل قيمة العقود في اليوم الثاني لهذا المؤتمر إلى 28 مليار ريال ل21 اتفاقية. أما في اليوم الثالث 6 مليار ريال حصيلة الاتفاقيات والعقود الموقعة لدعم ريادي الأعمال في هذا المؤتمر، لتختتم أعمال المؤتمر في يومه الرابع ب51 مليار ريال كإجمالي حصيلة الاتفاقيات خلال أيام المؤتمر. اليوم تم توقيع استثمار نادي الهلال أو شركة الهلال الاستثمارية في شركتين، ستكون إن شاء الله من خلالها دعم لرائد ورائدة أعمال في تحقيق نموهم والعائد علينا بالنفع المالي والاقتصادي. جهات حكومية وقطاع خاص في تسريع وتيرة الاقتصاد الرقمي لينعكس على نمو الناتج المحلي بحلول عام 2030. محمد المشاري، NBC الرياض.